بسم الله الرحمن الرحيم. إنسان لديه محل بيع مثلا قطع غيار وعليه ديون لهذا المحل وأقساط، وهل تجب فيه زكاة؟ عليه زكاة؟ الصحيح أنه عليه الزكاة إذا كان الإنسان عنده تجارة وهو مدين بها، فالصواب أن الزكاة واجبة عليه، لأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال. ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام حرف واحد يقول من عليه دين فلا زكاة عليه. والتعليل بأن الزكاة مواساة وأن المدين ليس أهلا لها تعليل في مقابلة النص، فيقال هذا التعليل لا يخصص وجوب الزكاة، أدلة وجوب الزكاة. ثم من الذي قال إن الزكاة مواساة؟ قد يقول قائل إن الزكاة عبادة لله عز وجل، هذا أهم ما فيها، فالإنسان حين يخرجها وإن كان يريد أن ينفع الفقراء لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو أهم عنده، بل الأهم أنه يتعبد لله تعالى بإخراج ما يحب من الأموال طاعة لله عز وجل. فالقول بأن الزكاة مواساة وأن المدين ليس أهل المواساة وأن من عليه دين وعنده مال زكوي لا يزكي قول ضعيف. الصواب أن من عليه دين تجب عليه الزكاة لعموم الأدلة، والتعليل بأنها مواساة كما رأيت فيه نظر، بل الزكاة عبادة. يخرج الإنسان أحب شيء إليه لمحبة الله عز وجل، قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، وقال وإنه لحب الخير يعني المال لشديد، ومع ذلك يخرجه طيبة به نفسه لأن طيبة به نفسه لأن الله أمره بذلك. ما يخالف، يخرج الزكاة والديون يستعين الله عز وجل على قضائه ويسأله قضاءه.